في 15 مينوت تقريبا ما خلاش الوقت للدفاع الحسني الجديدي باش يقدر يرجع في المباراه. ولكن الشوط الثاني من بعد الهدف ديال اللاعب حسوني وهذه القضيه دائما كنت كنقولها لك على انه بنادم يكون عنده داك لونفي ديال لي شوت من فوق الكاري 18 متر مزيانه. حتى اكثر من مره كنشوفوا حنا لاعبين كيعتمدوا دائما على خصو يتوغل داخل المربع العمليات ولا خصو الوغ كو الى عندك القوه كيف كنقولوا حنا باش تشوت بحال اللي كانوا لعابه في البطوله كامله وخصوصا في الوداد كنا كنشوفوا واحد بقيت رشيد الدودي اكثر من مره. هذا ميم لو بار ديال سميتو الاب ديال حسوني نيت معنا حنا عزيز تبارك الله كان عنده هذه القضيه دي وما نساش لي واحد هدف في مراكش هدف اللي كان جميل جدا يعني من فوق بحال الشكل ديال 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 ولده يعني كان عندنا كان حسوني اللي عقلت عليه هو البيت اللي ماركا مع الماس مع الماس لا انا كندويك لا انا هو اللي عقلت عليه انا ما كندويش انا على 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 اهداف اكثر ما كنهضرك على القذف يعني كيف كنقولوا حنا من بعيد تسديد من بعيد كان عند مجيد بويبوت كانت واحد النوعيه. اليوم انا ملي كنشوف الحسوني كنبغي نقول انايا كاع اللي عنده تبارك الله لي كاباسيتي كنشوف الهجوج حتى هو عنده هذه القضيه كيضرب من بعيد كيضرب مترجي عنده هذا مترجي يكون يحاول دائما يدير دي دريبل ويضرب كيف كنقولوا حنا يسدد المرمى غادي يكون عنده واحد 80% من البورسونتاج على انه يقدر يسجل. ولكن حنا بعض مرات اللعابه بحال كيكون عندهم داك التخوف تيقول غادي نضربها غادي تمشي ما تخافش طونتي ما تخافش سدد وقت ما بغيتي. الهدف الثالث منير في دوزيام ميطون الوداد ما بقاش طلع لا ما بقيناش شفناه كاع في الكاري 18 متر ديال تقريبا مدات طويله شفنا غير فريق الدفاع الحسني الجديد هو اللي كيناور هو اللي وصل قدر يسجل الهدف الاول. كاينه واحد القضيه يمكن غادي يخدم عليها عموته واللي هي كانت البارح باينه وهي ديك الكرات مورا الظهر يمكن حسين عموته غادي يقلب على واحد التشكيله ديال الدفاع اللي غتكون قاره وخصوصا في لاكس لانه كيكون باقي شويه ديال 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 حيت كاين الحديث على اللي غيمشي انا نقول لك انا باقي الهفوات انا كندير معاك المنظور ديالي انا الشوفه ديال ثم كيف كنقول لك انا كانت الكونسيرفاسيون دبال عند الدفاع الحسني الجديد كاين ما تشكش خطوره من غير الى وصلوا للمرمى ولكن ما كانتش كثيره بزاف كاينه واحد الكره نبقى معك غير في الوداد اذا سمحتي لي مازال غنجيك راه في الوداد وجديد راه بحال موني راه بحال لا حيت كتاب فيه جوج ديال الصفحات الاسباب اللي خلات الوداد انه ما بقاش كيزعم من بعد لو تروازيام بيوت لا ماشي هكاك تراجع انا اللي كنت كان واش تراجع دي هنا ولا شوف هذاك الشيء ما تقدرش انا كنعطيك الشكل ديال 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 المباراه والشكل الاخر ما كيتعلقش بيا انا وانت اكثر ما كيتعلق بالمدرب وباللاعبين ما غاديش ندخل انا في العقليه ديال انا ملي كتشوف جديده واحد الوقيته هي اللي شاده المباراه كاين اللي خلى لها الفرصه لا هما خلاو لهم علاش لان الدراري ديال الوداد رجعوا شويه للوراء وبداو كيعتمدوا بعض المرات على بعض المحاولات من اوكل انا اللي كنت كنقول هي الوقيته اللي دخل ونجم ودخل جعدي قلت انا غادي نشوف مباراه اخرى هذيك هي الوقيته ديال ونجم علاش 3-1 لي كونتر الفريق ديال جديده جاي. كله من دافع الامام اللي حصل هو العكس ما شفناش محاولات كثيره ما شفناش اضافات انا كنت كنقول الوداد غتقدر تسجل الرابع والخامس لان الدخول ديال ونجم في ديك الوقيته هذه كنت كنتمنى انا كلاعب يدخلني مدرب في ديك الدقيقه 65 ولا سي با لا ما عرفتش انا الاولى 3-0 وراح 3-1 عندك الامكانيات على انك وخصوصا الفريق الخصم كيف كنقول لك انا مندافع الى الامام ولكن ما حصلش هذا الشيء. الدفاع الجديدي واش بان لك في اي وقت انه حتى الا بغاو يرجعوش عندهم باش يرجعوا انا جديده شتا مع تورقه الفريق اللي شتا مع تورقه ما يقدرش ينتصر على الوداد ما نطولش معك انا في هذا الفريق اللي يلعب مع تورقه بالنسبه لي انا ما ينتصرش على الوداد وهذاك هو الفريق اللي شتونا مع تورقه لان تورقه كانت احسن بكثير في الشوط الثاني وكانوا غادي يسجلوا وكانوا غادي يديروا هنا هذه خدمه ديال المدرب انت اللي كتامن بواحد الانتصار اللي هو تيكون انتصار بحال كتقول سرقتيه راك غلط وغتمشي تواجه واحد الفريق اللي هو الوداد البطل ديال افريقيا وامام الجمهور ديالو راك غلط تركيبه بشريه كثيره وداك الشيء. اذا انا بالنسبه لي الماتش اللي شفت انا ديال تورقه ما كانش كيبين لي على ان جديده قادره توقف قدام فريق حتى التصريحات ديال سعد الشابي
كون مره مره الواحد عاوتاني يرد البال اش كيقول ديال ربحنا المباريات مع الصغار تخلينا معاها انت جيتي لعبتي مع الكبار اذا من بعد فاش نفعك التصريح ديالك في المباراه الاولى مع اتحاد ولكن هذيك ما كانش تقدر تقال هو تقالت لا علاش قالت هذيك الفرقه هذيك توارقه راه عندها تاريخ توارقه راه عطات لعابه في لاسيليكسيون راه حموده تيمومي واحد عدد كبير ديال اللاعبين راه ماشي غادي نجي ونقول صغار من صغر ما كبر انا بعدا كمدرب شكرا انا بعدا كنت نشكر هذيك الفرقه لان لعبات لعبات كره زوين وخلقات لك مشكل كنتي تقول هذه الفرقه خلقت لي مشكل وعندهم الا كانوا غيلعبوا بحال هكا راه غادي يكونوا مزيانين وكدير هذا هو التصريح انا ماشي تعطيني الميكرو وتقول لي انا ربحت الصغير نلعب مع الكبار حنا جالسين كنبيعوا في الحوايج